اوكي اطباء، ان شاء الله الجزء الاخير من محاضرتنا اليوم اللي يكمل ويا الانتي مايكروبيا. طبعا احنا بالاجزاء الاولى تكلمنا عن بصوره عامه عن السيل وول سينثيسيس انهبيترز، سواء البنسلين سواء السيفالوسبورين سواء الكاربامينا سواء كذلك المونوبوتسم وكذلك الفانكومايسين. وبعدها بدينا البروتين سينثيسيس انهبيتر، وتكلمنا عن الانهبيتر اوف انيشيشن كومبلكس اللي هي الاماني جلايكوسايد واللانسولين. بعدها تكلمنا عن الامينو اسيد انكوربريشن انهبيترز، او خلينا نقول لي تمنع الاتاشمنت اوف امينو اسال تي ار ان اي اللي هي التتراسايكلين، كذلك الدالفوبريستين والكوينوبريستين. فبالتالي نكمل محاضرتنا اليوم هي البروتين سينثيسيس انهبيترز، ونتكلم عن الجروب الثالث اللي هي الفور انهبيتر اوف بيبتايد بوند فورميشن. احنا كلنا نعرف المفروض من يجيني هنا امينو اسيد المفروض يرتبطون ببيبتايد بوند، بيبتايد بوند، بيبتايد بوند تربطهم حتى يصير عندي بولي بيبتايد تشين. عن طريق هذا شنو؟ عن طريق شيء اسميه بيبتيدايل ترانسفيريز. اكو انتي مايكروبيا اللي هو الكلورامفينيكول اللي هو من اسمه مو ات، مو من ضمن الات، فهو يشتغل على 50 رايبوسومال سب يونتس. الكلورامفينيكول راح يسوي انهبيشن اوف بيبتيدايل ترانسفيريز، فراح يمنعنا عمليه الفورميشن اوف بيبتايد بوند. منو عندي؟ الكلورامفينيكول. طيب قبل ما احكي عن الكلورامفينيكول، من يعطيني شيء نعرفه عن الكلورامفينيكول حسب ما تتذكرون؟ اعطيني معلومه معلومتين تتذكروها عن الكلورامفينيكول. اوكي، ابلاستيك انيميا وبون مارو سبرشن، كل الزين. هاي واحد. بعد جراي بيبي سندروم، كل الزين. علاقته بشنو؟ بيا فيس اوف ميتابوليزم. ليش؟ فيس 1 لو فيس 2 كان بالضبط علاقته ويا الفيس 2، كل الزين. اوكي، خوش معلومات هذه نعرف عن الكلورامفينيكول. الكلورامفينيكول اول شيء راح يسوي لي بلوك للبيبتيدال ترانسفيريز يا سب يونت بال 50 رايبوسومال سب يونت، فراح يمنعني البيبتايد بون فورميشن. هذا الشيء نعرفه، هو يعتبر بكتيروستاتيك. ليش؟ لان احنا قلنا الوحيده مو بكتيروستاتيك هي من هو؟ اللي هي الامينو جلايكوسايد اللي كان سايدل، واللاينزوليد اللي كان هو شنو؟ هو فاريبل، صح لو لا؟ بالمقابل الوحيده مو على ال 50 اللي هي الامينو جلايكوسايد والتتراسايكلين، فاحنا متفقين على هذا الشيء. طيب شنو الكلينيكال يوز له؟ اول شيء ممكن كان يستخدم واقول كان يستخدم، لاحظوا هذا الشيء، بالمننجايتس بالاتش، يعني سواء كانت نتيجه الاتش انفلونزا، نايسيرا منجيتيز، ستربتوكوكس نيمونيا، وايضا يستخدم للراكيتسيال ديزيز مثل روكي ماونتين سبوتد فيفر. لكن صح يستخدم بهاي الاثنين، قد يوزه بالديفلوبت كانتري. ليش؟ لان عنده سايد افكت بروفايل نوت جود. اوكي، فالتالي صار بي ليمتد يوز، بس ستيل بيستخدموه وين؟ يقول لك بالديفلوبينج كانتريز مثل حالاتنا يعني مثلا. ليش؟ بيكوز اوف لو كوست. وطبعا هو بالواقع بالمستشفيات بعده موجود. اوكي، فاذا هذا الكلورامفينيكول اعرف انه هو يمنع لي البيبتايد بود فورميشن عن طريق انهبيشن اوف بيبتيدال ترانسفيريز، العلاقه بال 50 اس رايبوسومال سب يونت، هو بكتيروستاتيك، استخدمه بالمنجاتس وبالراكيتسيال انفكشن. الادفيرس افكت مالته جاوبتهم، انيميا، ابلاستيك انيميا. اوكي، هذا قلتوا هذا الشيء. طبعا انيميا هي دوز ديبندنت، ويقول لك ابلاستيك دوز اندبندنت، يعني بين قوسين كل ما تزيد الدوز مالته ممكن يسوي لك انيميا ايا كان نوعها، لكن ابلاستيك بالتحديد ممكن تصير بمينيمال دوز وممكن تكون بهاي دوز، فهي دوز اندبندنت ما لها علاقه، لكن الاندر تايب اوف انيميا تكون دوز ديبندنت. قضيه جراي بيبي سندروم، وهذا الشيء حكينا ليش؟ يعني ببساطة البريماتشور انفانت ما عنده الاكتيفيتي اوف يو دي بي جلوكو يورينيل ترانسفيريز. اوكي، فبالتالي احنا ذكرنا هذا الشيء، الميتابوليزم مالته يعتمد على الفيس 2 اللي كان هو بي كونجيجيشن، فبالتالي هذا البيشنت ممكن يساعدهم الجراي بيبي سندروم، هذا الشيء تكلمنا عنه. يبقى الميكانيزم اوف ان اكتيفيشن اوف اور ريزيستنس عن طريق شنو هو؟ التتراسايكلين كان عندي عن طريق البلازميد انكودد بام، هنا شنو؟ ان بلازميد انكودد اسال ترانسفيريز ان اكتيفيت ذا دراج، فانا عندي اسال ترانسفيريز راح يسوي ان اكتيفيشن اوف ذا دراج، هنا يسوي بام يسوي لي شو اسمه افلكس اوف ذا دراج بحاله التراسايكل. فخلي ببالي هاي النقطه، هو عن طريق اسال ترانسفيريز اكتيفيتي يصير له ان اكتيفيشن. طيب من يعمل ديكيشن صار له ان اكتيفيشن عن طريق استايليشن، ذا كروني يا هو اللي شان يصير له ريزيستنس عن طريق الاستايليشن.
اوكي كل الزين اللي هو الاماني جلايكوسايد، كل الزين اماني جلايكوسايد مثل ما قلنا نلاحظ عن طريق استايليشن فوسفوريليشن ادينيليشن كل الزين. فاذا هذا الكلورام فينيكول عندنا سؤال عليه لو واضح، اتصور اغلب المعلومات اصلا انت حكيتوها قبل ما نحكي عنه كل الزين. طيب خلينا نحكي على اخر جروب اللي هي تسوي انهبيشن للتراسلوكيشن. تذكرون احنا من كنا نحكي انه اي من اجمع الامينو اسيد او البوليبيبتايد باند سوري البوليبيبتايد تشين راح تنتقل من اي الى بي، تذكرون اي سايت تو بي سايت، احنا بعدين تنتقل اي الى تو بي، تذكرون هذا الشيء بالتقسيم اللي حكيناه كل زين تذكرون. اكو ميديكيشن بس راح تمنع الترانسلوكيشن، راح تسوي انهبيشن اوف بابتدال تي ار ان اي الترانسلوكيشن فروم اكسبتر الى الدونر سايت، او بمعنى اخر من اي الى بي سايت. اوكي هاي من هاي تو ميديكيشن اللي هي الماكرولايت، من ما يعرفها الازيثروميسين والارثروميسين هذا الجروب والكليندامايسين. فبالتالي خلي ببالي اذا هذه عباره عن ترانسلوكيشن انهبيترز، اخلي ببالي انا عندي ترانسلوكيشن اللي هي الكليندا والماكرولايتس، عندي الفور الانيشيشن كومبلكس اللي هي الامينو جلايكوسايد واللاينزولين، عندي البوليبيبتايد بوند فورميشن اللي هي الكلورام فينيكول، وعندي الامينو اسيل تي ار ان اي اتاتشمنتس اللي هي منو اللي هي التتراسايكلين والدالفوبريستين والكوينوبريستين. كلش مهم اعرف الميكانيزم اوف اكشن مالتها. طيب لاحظوا هنا خلينا نحكي عن الكليندامايسين وبعدها نحكي عن الماكرولايتس. الكليندامايسين راح تمنعني البيبتايد ترانسفير، تمنعني الترانسلوكيشن، راح تشتغل بالتحديد على يا رايبوسومال سب يونت على 50. ليش؟ يعني هي مو من ضمن الاكس، قلنا الامينو جلايكوسايد عرفنا يشتغل شلون على الانيشيشن، تترا سايكلين لها علاقه ويا الامينو اسيد تي ار ان اي، فالبقيه اكيد على على ال 50 رايبوسومال سب يونت، فبالتالي هي 50 رايبوسومال سب يونت. هي بكتيروستاتيك، ليش؟ لان هي لا امينو جلايكوسايد اللي سايدل ولا لاينزوليد اللي هو فاريبل. اوكي وطبعا هي تمنع الترانسلوكيشن. طيب وين استخدمها؟ استخدمها اشهر استخدام ودائما كنا نقول وحكينا هاي القصه ويا الميترانيدازول. تذكرون كنا نقول هاي المعلومه انه عندك انفكشن بان ايروبيك ان اورجانيزم ابوف ذا دايفرام انطي شنو؟ انطي كليندامايسين، بلو ذا دايفرام انطي ميترانيدازول. تذكرون هاي المعلومه من حكيناها لو لا؟ الحاضرين المايكروبيولوجي يتذكروها كل الزين. اوكي فبالتالي انا استخدمها بالان ايروبيك انفكشن، هاي نعرفها مثل بكتيريويد مثل كلوستريديوم بيرفرنجس. اوكي بالتحديد وين؟ ان اسبيريشن نيمونيا، ليش؟ لان هي ابوف ذا دايفرام، لانج ابسس، اوكي اورال انفكشن، كلها ابوف ذا دايفرام. اوكي وايضا ممكن استخدمها اجينست انفيسيف جروب اي ستريبتوكوكال انفكشن. فإذا عند أحكي أن aerobic infection above the diaphragm، فإذا عمل قاعدة treat أن aerobic infection above the diaphragm with clindamycin، below the diaphragm with metronidazole. أوكي فخلوها ببالكم هاي النقطة. يبقى سايد إفكت مالته كلش مشهور، ويمكن بدون مبالغة هي أشهر مديكيشن تجي عليها الأسئلة بحالة السيدو ممبرينس كولايتس، صح لو لا؟ كم سؤال بسؤال أنتم قارين سواء كيو اس ام ال اي أو أي أي preparation أو أي دراسة، يقول لك بيشنت اخذ كليندامايسين صار سيدوموبرينس كولايتس، فاشهر مثال هو الكليندامايسين. فبالتالي ممكن تسوي لي سيدوموبرينس كولايتس، ممكن تسوي لي اضافه لهذا فيفر اور دياري. فاذا خلي ببالي قضيه السيدوموبرينس كولايتس الانيروبيك انفكشن والميكانزم اوف اكشن. اتصور انتم عندكم انف انفورميشن عن الكليندامايسين عن الكلورام فينيكول، ما اضيف لكم شيء جديد لان اغلبها مر عليها بطريقه اندايركت حاجيه، صح لو لا؟ فبالتالي اتصور الامور واضحه بالنسبه لكم. طيب خلينا نحكي عن اخر ميديكيشن عندنا اللي هو الماكرولايتس اللي هي جروب الازيثروميسين كلاريثروميسين اريثروميسين. اجين نفس الميكانيزم، سو انهبيشن للبروتين سينثيسيس باي انهبيت ترانسلوكيشن. اوكي طبعا راح تشتغل بالتحديد على ال 50 اس ريبوسومال سب يونت، وبالتحديد على الجزء ال 23 اس من عنده، لكن هي المهم 50 اس ريبوسومال سب يونت. اجين هي بكتيروستاتيك لان هي مثل ما قلنا لا هي امان جلايكوسايد ولا لاينسولي، حتى المعلومه ميس ما راح ما تنسوها ابدا. وين استخدمها طبعا؟ لاحظوا هاي النقاط كلش مهمه بالماكرولايتس، كلش مهمه. استخدمها بالاتيبيكال نيمونيا، واذا ترجعون راح تلقون احنا مستخدمينها مثل المايكوبلازما، الكلاميديا، الجينيلا، استخدم الماكرولايت. استخدمها بالاس تي ديز مثل الكلاميديا اجين، اوكي؟ واستخدمها ايضا بالجرام بوزيتيف انفكشن
بالتحديد اللي عندهم allergic to penicillin؟ هذا السؤال دائما تنسأله. patient عنده allergy to penicillin، شنو هو ال first line treatment ممكن تنطيهم اياه؟ الجواب الماكرولايتس، رغم انه اكو هواي medication اقدر استخدمها، لكن اخلي الماكرولايتس تفيدني بالبيشنت اللي عندهم allergic to penicillin. منو اقدر استخدمه ايضا للبيشنت اللي عندهم allergic to penicillin بس مو جرام بوزيتيف هو؟ علي جرام نيجاتيف، قبل شويه حكينا. ذكروني منو هو؟ لان هذا مونو يعتبر، من هو بالتحديد؟ عشان تفيدني اللي عندهم allergic to penicillin، حتى ما تنسوها تشوفوها صورتها حتى ابد ما تنسوها، اوكي؟ لاحظوا هنا وين استخدم ازتريونام وين؟ فور بنسلين allergic patients، اوكي؟ فلاحظوا هذا الشيء حتى ما تنسون النقطة ابد، اوكي؟ لكن مع هذا من يسألك واحد بيشت عنده allergic للبنسلين، شنو اقدر انطيه؟ ممكن انطيه الجام بوزيتيف، اقدر انطيه ماكرولايتس، اوكي؟ فهي النقطة كلش مهمة، اذا اتيبيكال نيمونيا، STDs وكذلك قضية البنسلين allergic patients، وايضا ممكن استخدمها بالبورتيلا بيرتوسس، بالواقع نستخدمها هواية. اوكي بالبيرتوسس اوكي طيب شو الادفيرس افكت مالتها مجموعه بكلمه ماكرو اذا تتذكرون من حكينا عن الجي اي تي قلنا عن تتذكرون اكو شيء نسميه موتسلين ريسبتر وقلنا اذا عندي مشكله بالموتيلتي ممكن انطي اريثرومايسين يزيد الموتيلتي لان هو يعتبر موتيلين ريسبتر اكتيفيتر صح لو لا فبالتالي هي تفيدني وحده من الادفيرس افكت ممكن تزيد لك الجي اي موتيلتي هاي واحد هاي الام موتيلتي جي اي موتيلتي النقطة الثانية اذا تتذكرون حكينا عن البرولونج كيوتي قلنا اي بي البي كانت انتي بايوتكس وحدة من عندها قلنا الماكرولايت صح لو لا تسوي لي برولونج كيوتي وهذا الشيء حكينا عن النقطة ايضا ممكن تسوي لك كوليستاتيك هيباتايتس خلوها ببالكم هاي الار كوليستاتيك هيباتايتس ممكن تسوي لك كراش ايضا مهمة ممكن تسوي لك ايزاينوفيليا منو ممكن يسوي لي زانوفيليا لاخ؟ اعطوني دراج كان يسوي لي دراس سندروم من هو هذا؟ او كلها كابيتال في الواقع من هو اللي يسوي لي دراس سندروم؟ فبالتالي ممكن يسوي لي زانوفيليا وراش بالضبط الفانكومايسن كل زين عاشت اوكي فاخلي ببالي هاي النقطه تزيد لي جاي موتاليتي الاي ارثميا برونج كيوتي الار كوليستاتيك سوري الار راش السي كوليستات كيفيتايتس والاي او هنا او اللي هي ايزونوفيليا اوكي اضافه الى هذا طبعا هي تعتبر سايتوكروم بي 450 انهبيترز هذا الشيء نعطينا مثال حتى قلت لكم من ناخذ ثيوفيلين وبيشت بنفس الوقت داخذ ماكرولايت احتاج ازيد الدوز لو اقلله راح اسوي لي ثيوفيلين توكسيسيتي ليش؟ لان يعني هو انهبيتر للسايتوكروم بي 450 الماكرولايت فانت راح تقلل الميتابوليزم مال ثيوفيلين فالبيشت ممكن يصير عنده توكسيستي نفس الوقت بالوارفرين او الاورال انتي كوجلانت اللي نقصد بها الوارفرين فخلي ببالي هاي النقطه انه الارثرو والارثرو تعتبر سات فورم بي 450 انهبيترز طيب شنو الميكانيزم اوف ريزيستنس مالتها عن طريق الميثيليشن اوف 23 اس ريبوسومال سب يونتس اوكي فتمنع الاتاتشمنت لها فاذا هي تصير عن طريق شنو؟ عن طريق الميثيليشن اوف ريبوسومال سب يونتس فبالتالي هذا اللي يخص الماكرولايتس مهم اعرف السايد افكت وين استخدمها انه هي الالترناتيف بالبيشنت اللي عندهم الرجي تو بنسلين اعرف ميكانيزم اوف ريزيستنس لها علاقه بالراس بوسومال سبينت هاي الشغلات الاساسيه اللي نريد نعرفها نخليها ببالنا واضحه اطباء هذا جزء من محاضرتنا اكو شيء اكو صعب لو اوكي بالنسبه لكم كانت ما تفوقها انا اعرف كم المعلومات كلش هوايه كلش كبير لكن اتصور يعني حاولنا قدر الامكان نشرحها بطريقه واضحه سهله نبسطها نربطها ويا معلومات انتم تعرفوها اصلا اوكي فان شاء الله تكون عندكم مارفش يعني انا بالنسبه لي ارتيس فور مي الانتي مايكروبيا من ايام الكليه كانت فد شيء مزعج بالنسبه لي اوكي فاتصور ما اعرف حاولت اشرح لكم اياها بطريقه تكون كلش واضحه بالنسبه لكم واتمنى تكون واضحه طيب عندنا سؤال عن هارت يوم استفسار لو اوكي